داير منك تكفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده بتلقى مشايخ القوم المشايخ بتاعنا الجماعه ديل يقول لك ده شيخ ولي كبير عنده خدام، خدام بتاعين شنو ده؟ الشواطين كلهم، كلهم شواطين بيخدموهم. مما تمشي للفقيه تدخل عليه ويقول لك امك اسمها ممنوع، امك اسمها ممنوع، وامشي جيب لي ديك حمر ولا جيب لي عتوت ابرق. مما يديك تعليمات زي دي اعرف عنده شياطين داير يقدم لهم قرابين، بيطبح الديك ده للجان بيطبحه للشيطان، ويطبح العتوت للشيطان، ويشيل البياض منك انت والشيطان بعد ذاك بيخدمه، بيقول للركشه سرقوها قاعده في المايقومه، فهمت؟ ولا الذهب بلعوا ديك الخاتم بتاع الذهب بلعته الجداده بتاعت حجه سكينه. انت طوالي بتمشي الجماعه دي بيقول لك طبعا الحوار ببلغ لك المعلومه دي، بيقول لك الجداده ديك تجيبوها تطبحوها بتلقوا الذهب جوا بطونها، تمشي تطبح الجداده فعلا تلقوا الذهب قاعد، تقول يا سلام ابوي الشيخ ده خطر جدا جاب الذهب، يا ابو كيف ما ده شغل بتاع شيطان، كله شغل بتاع شيطان. ولهذا يا اخواننا لا يستعاذ من الشيطان، افهم المعلومه دي الا بالكتاب والسنه تتعوذ. وعلم مالك يا اخواننا البلد دي الجن قاعدين معانا، عارف المعلومه قاعدين لافين معاك، واحد بيعفص له شيطان ولا ولا يأذيه في الاكل بتاعه، شيطان ما بياكل، انت قالوا قاعد سايق ما بياكل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رويفع انه قال ستطول بك الحياه، قال فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا بريء منه، لانه رجيع الدابه رجيع الدواب ده بتاكل دواب الجن، والعظام ياكله الجوان بياكلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يجدونه اوفر او اوفر لحما، بيضربوا ضرب ثقيل. انت بتجي في الخلا انا اقدر تستنجي دار تقضي الحاجه، تلقى لك عظم بتغتسل به او بتستنجي به، تستنجي بالعظم ده بيطقك الشيطان بيعود خشمك، بتبقى تاني في انه دي عالجوه كيف ويودوك وين، وده موضوع تاني. ولهذا انت حمايتك من اذى الجن تكون باتباع السنه، تتعلم اذكار الصباح والمساء وتعوز الاولاد تعوزهم، والمرة ذاتها تعلمها تتعوز من الصباح وتعوز اولادها، ما تفك وانسى يجا ذاك كراعه مكسوره وذاك طق عينه مقدوده، وكل ده بيحصل يكون سبب العين، الجان ذاته بدي عين. انت قال بني ادم براون ما تقول له ولدي ده شين زول شغال ما في على مخاخيته وخلقته عامله كيف، ده ممكن ما يدوا عين بني ادم ديل، ممكن جان يديه عين برضه. فلذلك الانسان يتعلم السنه، لكن الصوفيه بخلوك تتعلم سنه؟ الصوفيه بخلوك ما بخلوك يا مسلم، ما بخلوك ديل، لانه ديل من الحوليه، فهمت؟ لاربعين الشيخ لاحتفال المولد للمهيوبه والنوبه، انت بتكون لافي في الهواء كده، ده ما بتقعد يوم من الايام تتعلم دين ابدا. ولهذا تحرص على مثل هذه الحلقات تتعلم فيها معلومه معلومتين ينفعك الله بها. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، نلتقي الحلقه القادمه.